قول لي بقى النهارده يعني مين اللعيبه المميزه في فريق 2006 عشان الناس تبدا بقى تعرف النجوم واللعيبه اللي طالعه. عمر سيد معوض، في ابراهيم عادل وحسام عادل، الاثنين توأم دول. الاثنين توأم ابراهيم وحسام. والله ده بنفس الاسماء. نفس الاسماء ابراهيم عادل وحسام عادل. ده بيلعبوا مركزهم ايه بقى؟ واحد مساك وواحد السنه اللي فاتت كان بيلعب سته، السنه دي وظفناه الكابتن سامر وظفه 10. وجاب اللي هو الجون انا قلت باسمه. جاب الجون الاول. والهدف الاول. وعندنا عمار وليد، عندنا عبد الرحمن عماد النحاس، عندنا احمد عبدين، عندنا حضرتك ما تنساش حد. لا 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 هم مستنيني. مش هتنزل التمرين بكره. مش هنزل. عندنا امير منتخب مصر، امير باك ليفت. عندنا ديفندر، عندنا يوسف اسلام ديفندر، عندنا يوسف السيد، عندنا عبد الرحمن عماد النحاس، عندنا عبد الرحمن تاني فيروت، عندنا شهاب، عندنا لا عندنا لعيبه كتيره كويسه، عندنا مازن، عندنا علي، عندنا محمد طارق، لا عندنا لعيبه كويسه. خلي بالكم ان شاء الله هنزع لكم مبارياتنا على الهواء. عندنا انبي الماتش الجاي الجمعه. احنا هنرتب ان شاء الله مع كابتن خالد بيبو ان شاء الله، زي ما زعنا الفريق 2001 وزعنا 2003 2006 عندنا في الخريطه برضه. احنا ما شاء الله دي من الفرق الواعده. فرقه هتعجب حضرتك. يعني فرقه تكتيكيا عاليه جدا. في شغل يعني، فرقه تعجبك بصراحه. اكيد انت موجود وكابتن سامر لازم ما فيش شغل. تسلم كابتن، تسلم.